طقطقة المفاصل. طقطقة المفاصل عادة شائعة كثير منا يقوم بها. يمكن أن نطقطق مفاصل أصابع أيدينا وأقدامنا أو ظهورنا أو حتى أعناقنا. ما الذي يسبب الصوت عند طقطقة المفصل؟ عندما تطقطق مفاصلك فإنك تشد العظام بعيدا عن بعضها البعض، مما يغير الضغط ضمن محفظة المفصل. يتسبب هذا التغير في الضغط في تكوين فقاعات غازية تنفجر عندما نسني المفصل مسببة صوتا مسموعا. لهذا السبب لن تتمكن من القيام بطقطقة مفصلك مرة أخرى على الفور، بل عليك الانتظار لمدة 20 دقيقة أخرى للقيام بذلك، حيث يستغرق تشكل الفقاعات مرة أخرى 20 دقيقة. يمكن أن تسبب حركة المفاصل والأوتار والأربطة أيضا أصوات طقطقة. عندما يتحرك المفصل قد يؤدي إلى تغير في موضع الوتر، وقد يصدر صوت طقة عندما يعود الوتر إلى مكانه. على سبيل المثال، فرقعة وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية فوق رأس عظم الشظية. هل طقطقت المفصل ضارة؟ هل يمكن أن يؤدي إلى تنكس المفاصل أو مشاكل أخرى؟ إن الفكرة الشائعة بأن الطقطقة تسبب تنكس المفاصل أو تجعل مفاصلك أكبر هي خرافة. لا تؤذي الطقطقة على الإطلاق مفاصلنا. ماذا عن المعالجة بطقطقة الرقبة والظهر؟ على الرغم من أنك قد تطقطق رقبتك أو ظهرك من حين لآخر دون أن يسبب ذلك أي أذى، لا تدع أي شخص آخر يفعل ذلك نيابة عنك. بشكل عام، ليس لديك ما يكفي من القوة لإيذاء نفسك أثناء قيامك بطقطقة عنقك أو ظهرك، ولكن إذا فعل شخص آخر ذلك فقد يمارس ضغطا شديدا قد يتسبب لك بالأذى، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في العمود الفقري مثل عدم الثباتية، أو في الشريان الفقري مثل تسلخ الشريان الفقري أو تصلب الشرايين. الشريان الفقري الذي يغذي الدماغ يمر عبر ثقوب صغيرة في فقرات الرقبة. في بعض الحالات يمكن أن تؤدي طقطقة الرقبة بشدة إلى تأذي الشريان الفقري. يمكن أن يتسبب أيضا بجلطات دموية، والتي يمكن أن تكون خطيرة عندما تمنع تدفق الدم إلى الدماغ. إذا كان لديك سوابق سكتة دماغية أو إصابات في العمود الفقري أو مشاكل في الأوعية الدموية أو كنت تتناول أدوية مميعة للدم، عليك تجنب طقطقة الظهر والرقبة. متى يجب أن ترى الطبيب؟ يجب عليك زيارة طبيبك إذا كانت طقطقة المفصل مترافقة بألم أو تحدد حركة أو تورم أو يبوسة أو أي أعراض أخرى. بصرف النظر عن حقيقة أن طقطقة المفصل ليست سيئة أو ضارة، فقد تكون مزعجة للأشخاص من حولك. التوقف عن هذه العادة صعب، ولكنه ليس مستحيلاً.